نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سيد رئيس الحكومة، نقطة فيما يخص مشروع قانون المالية بعد إسقاط 11 فصل، خاصة زر لقائكم مع رئيس الجمهورية اللي دعا فيه للمصادقة على المشروع هذا، شنو باش يصير في مشروع قانون المالية اللي اليوم البعض النواب يشوف أنه مهدد بالسقوط؟ كل شيء يجيب الحوار وكل شيء يجيب النقاش. ما احنا المواقف تختلف، لكن في الأخر مصلحة تونس توحدنا، ناس كل نواب حكومة الكلنا في الأخر معناها نتوحدوا، ومصلحة تونس هي اللي باش تنتصر في الأخير. حاجة عادية هذه في ديمقراطية كونه تختلف الآراء، لكن إدارة هذا الاختلاف هو اللي معناها احنا قاعدين نسعى باش تكون إدارة عقلانية وإدارة تأدي بنا في الأخر إلى نتيجة يقبلها المواطن التونسي.